وللحديث عن الوقفة التضامنية مع السوريين في غزة وتصريح حركة حماس المستنكر لهذه الوقفة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي. أستاذ حارث، مرحبا بكم. بداية، يعني قبل الدخول في الموضوع، ما الذي دعا الفلسطينيين خاصة في غزة وهم في ظرفهم الاقتصادي المعروف إلى إقامة هذه الوقفة التضامنية مع السوريين؟ نعم، هذه الوقفة تمثل شريان الأمة النابض بحياتها. نعم. العصي على خطوط التقسيم ومخططات المساعدات التي تدعو هذه الحركات للوقوف مع إيران. نعم. هذه المساعدات لها غايات أبعد من خطوط تقسيم سايكس بيكو. هذه الأمة بحياتها وتواصلها عصية اليوم تؤكد، هذه الوقفة تؤكد عصية على مخططات أعدائها الرئيسيين والثانويين. نعم. الدوليين والإقليميين. وقفة التضامن الفلسطينية هذه مع سوريا والسوريين لها أكثر من دلالة. هي نموذج يحتذى به من صمود هذه الأمة ومقاومتها لمخططات الأعداء. فعلى الرغم من أن الداخل الفلسطيني متعرض للحصار. نعم. وتحت الاعتداء الصهيوني، لكنهم لم ينسوا إخوانهم السوريين وهم يعانون الأمرين من ظالم متحكم ومن قوة إقليمية هي إيران تتمدد. نعم. على أرضهم وتعمل على تغيير ديموغرافيتهم. أستاذ حارث، يعني هل تعتقد أن هناك مبررات موضوعية لإصدار حركة حماس بيان استنكار لهذه الوقفة التضامنية من الفلسطينيين لإخوتهم المستضعفين في سوريا؟ نعم، لا أدري يعني وفق أي مقاييس أو اعتبارات تقيس حماس مواقفها وتصريحاتها. نعم. صدق من قال أن حماس ضيعت إبلها، فلم يعد هناك موضع للنصيحة في التوجيه كيف ترد إبلها. نعم. إذا كانت المواقف حماس مقدسة وتصريحاتها مسددة ولا تقبل نقاشا ولا رأيا مخالفا، فهي بذلك تحيط نفسها بسياج شائك وتقدح من رأسها، وعندها ستجد نفسها منعزلة عن الأمة. نعم. ولا تنتظر في القابل من الأيام، لا تنتظر أن يقف معها أحد إن استمرت هي بهذا الأسلوب وهذا النهج. الممول متحكم وهذا معلوم. وهذه نقطة يجب أن تقف عندها حماس، لكن أن يكون المقدم المكافئ لهذه المساعدات أكبر من المساعدات نفسها، عليها أن تراجع موقفها. ولكن هنا في هذا السياق، لمصلحة من أستاذ حارث، لمصلحة من محاولات قصر صفة عدو الأمة على إسرائيل دون غيرها مثل إيران، المعروف لدى الجميع أنها ترتكب جرائم مستمرة في العراق وسوريا واليمن، لمصلحة من أستاذ حارث؟ قطعا هي لمصلحة إيران بالدرجة الأولى، ويستفيد منها العدو الصهيوني بالدرجة الثانية، وهذا يدخل من باب الفاضل والمفضول. يعني في علم المنطق أن تعتني بأمر على حساب أمر آخر، هذا يعني أنك تفضل هذا على ذاك، مع أن لكل منهما يعني تأثيره في الساحة القتالية أو في ساحة المعارضة أو في ساحة التصدي لمخططات الأعداء. إيران اليوم تباشر تمددها في 4 عواصم عربية وتعد العدة للدخول إلى عواصم أخرى. كيف نقصر عدو هذه الأمة على إسرائيل فقط؟ كيف سيكون موقفك إذا أنت سمحت لإيران بالتمدد؟ كيف ستحرر القدس إذا كانت بغداد مسلوبة؟ إلى أي مدى يعد هذا الإجراء وهذا الفعل من قبل حركة حماس يعد استفزازا وجرحا لمشاعر العراقيين والسوريين واليمنيين، بما فيها أنهم قد رفعوا صورة قاسم سليماني وصورة حسن نصر الله في قطاع غزة؟ صدقني يا أستاذي، هذا استفزاز تصر عليه إيران وتوصي به أتباعها، أن يرفعوا صور سليماني ونصر الله. سليماني ونصر الله رأس الحرب في المشروع الإيراني وما فعلاه في
سوريا والعراق واليمن لا يخفى على أحد. إضفاء صفة القداسة لن تحسن صورتيهما. الجرائم مشهودة ومعلومة وضحاياهم باتوا منتشرين على خارطة هذه الدول. السخط الشعبي وهذا الرفض الشعبي العربي من الانسياق الكامل خلف إيران ومشروعها، هل بالإمكان أن تنظر حركة حماس بعين الجدية إلى هذا الرفض وبالتالي تعيد النظر خاصة في هذه المواقف أستاذ حارث؟ الأمر متروك لحماس نفسها، عليها مراجعة موقفها وعدم التعامل بالخطوط الحمر ولا الخضر. عليها الوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعت لهذا الرفض، الانسياق والتماهي مع المشروع الإيراني بذريعة الدعم. سيفقدها الزخم والتأييد وستخسر أكثر مما تستفيد. كيف تريد أن تحرر القدس كما قلت وبغداد مسلوبة الإرادة مرتهنة بيد من يملك المساعدة والمساعدة التشغيلية فقط؟ يعني إيران تساعد حماس فقط تشغيليا، يعني تبقى حماس تراوح في مكانها لا أكثر ولا أقل. لن المال الإيراني لن يحرر القدس. من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الأزدي، شكرا جزيلا لكم.